مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم الوصفة تاعي تاع اليوم خبوها في عينيكم، وصفة رائعة تليق مع القهوة كما تليق مع لاتاي والجازوز. عندنا حلوة السلفانا اللي تشبه لحلوة الكاستيل. المقادير نتاعنا: زوج بياض بيض، 50 غرام سكر عادي، ملعقة صغيرة فرينة، قرصة نتاع الملح، ونسحقوا 50 غرام سكر ناعم. درك نجيبو، نمد لكم المقادير كامل على مرة لأنه فيها مراحل. هاد المقادير نتاع المرحلة الأولى، 50 غرام نتاع السكر الناعم والميتين غرام عفوا نتاع اللوز ملحي بالقشور محمص شوية في المرحلة الثانية. باش ما ندوخكمش نروحو إيتاب باغ إيتاب. بسم الله. دونك أنايا نجيب لوغوبو تاعي، هذا نحطو منا، نحطو زوج بياض البيض، قرصة نتاع الملح اللي راح تعاوننا باش البيض نتاعنا يطلع مليح لخطاش راح نطلعوه دي بلون اون نيج. بسم الله. كي يبدا يعمل معايا الرغوه باش نبدا نضيف له الكميه نتاع السكر العادي اللي هي 50 غرام تدريجيا. بسم الله. كيما راكم تشوفوا الرغوه اندارت، نبدا نضيف تدريجيا السكر حتى نكمل الكميه نتاعي. دونك هذه المرحلة الأولى. نجو للمرحلة الثانية من الحلوة نتاعنا. دونك واش ندير هنا؟ كنت قلت لكم في بداية الحصة عندي 100 غرام نتاع اللوز بقشورو، يستحسن يكون بقشورو، حمصته شوية ورحيته عادي. تقدروا تستعملوا النوازات كما تقدروا تستعملوا الجوز ولا أي نوع مكسرات تفضلوها. قرصة خفيفة نتاع الملح، ملعقة صغيرة نتاع الفرينة، هكذا، وخمسين غرام من السكر الناعم. يعني هنايا خلطت المكونات الجافة توعي كامل على مرة. خمسين غرام، أنا عندي 50 غرام سوا سوا، ونجي نضيفهم على هذاك اللوز نتاعي ونخلط. نجيب ملعقة كبيرة تساعدني خير. ثم يستحسن في الدار ديروا حاجة كبيرة، كي نخلطوا في حاجة كبيرة تكون يعني أريحية، تكون عندنا أريحية في الخدمة خير. الوصفة هذه بنينة بزاف. دونك بعد ما نطيبوها راح نعملو لها اون كريم، راح نتكلم لكم عليها من بعد ان شاء الله. دونك نجيبو لهنايا اون سباتول ونبداو نضيفو في الخليط اللي عملناه دركا على بياض البيض اللي كنا حضرناه مع بعضنا، نضيفوه تدريجيا ماشي على مره. نزيد شويه، نروحو تدريجيا ما نحطوش الكميه تاعنا كامل على مره. الريحة تاع اللوز راح تعمل معاكم الفرق كي تحمصوه، يعني جميع المكسرات نفضل انكم تحمصوها قبل ما تطيبوها. قبل ما تستعملوها في الحلويات نتاعكم. خلاص كملنا المرحلة الأولى، نروح نجيب سنيوة تاعي ونحط هذا المزيج يطيب. يطيب على 170-180 درجة مئوية. ودوك نحكي لكم على واحد الديتاي لازم تاخذوه بعين الاعتبار. نطيبها هكذا كيما راهي. هلا هنا نجي نبسطها مليح، وباش ما يقعدش هدايا يزغد معايا ويلعب معايا ويتعبني في الخدمه، نريحه ندير شوفوا هكذا، نحي شويه بور لو فيكسي هكذا. بعد ما سويتها خلاص كملت بلا سباتول تاعي،
دونك بعد ما سويتها كما راكم تشوفوا نحطوها طيب على 170 180 درجه مئويه حوالي 10 دقائق. من بعد نجيبوا القطاعات نتاوعنا ونجوا نقطعوها، وهي هكذاك يعني كي نقطعوها بعد 10 دقائق تاع الطياب الا قدرنا نحوها، دونك نحوها ونخلوها تعاود تكمل الطياب تاعها حتى تحمر معنا وتبش تجينا كروستيونت. الا ما قدرتش يا بات سوسي غير نقطعوها ونعاودوا نرجعوها طيب حتى نشوفوها يبست معنا. دوك انا نحطها في الفوق تاعي نحطها طيب اللي بيان سور لازم يكون مسخن مسبقا، ونروحوا نجيبوا الشوكولا نتاعنا نوجدوها نحطوها الدوب وبان ماري. انا فضلت نستعمل خليط شوكولا المرجان، خليط شوكولا بالحليب وشوكولا نوار. يعني اللي ما يحبش الشوكولا السوداء يقدر يستغنى عليها ويستعمل فقط شوكولا بالحليب. نزيد نخرج شويه شوكولا السوداء، يعني نستعمل نصف الكميه شوكولا سوداء. باش ما تجيناش قاصحه بزاف، واللي يحب شوكولا نوار يقدر يديرها غير بشوكولا نوار. نحطوها فوق البان ماري ونخلوها تذوب. دونك انا نخلي الكاطو تاعي طيب والشوكولا تاعي تذوب، ونرجع ان شاء الله بعد الفاصل نواصلوا الكيفيه نتاعنا. عاودنا رجعنا لكم اعزائي المشاهدين باش نكملوا الوصفه نتاعنا لنهار اليوم. راح نعملوا لا كريم او بور. دونك نحتاجوا 250 غرام زبده او مارغرين. انا نشعل الميزان تاعي باش نوزن 125 غرام سكر ناعم، 125 سواسوا. نجيب الزبده تاعي نحطها اللي قلنا هي 250 غرام، ولازم الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه باش يعني تطلع لنا بكل سهوله. راح نستعمل كريم دو نوازيت غوشي، الكميه اللي نحتاجها للوصفه نتاعنا اليوم هي 125 غرام. نجيب ملعقه يعني نحطوا جميع المكونات نتاعنا على مره ونبداو نضربوا فيها بالباتو. عفوا 127 معليش. دونك نرجع الكميه هذه لداخل. نزيدو عطر البخاليني ولا عطر الكراميل نتوما وما حبيتو، راح يعاوننا في النكهة. ونجو نضربوها، هنا لازم نطلعوها مليح علاش باش تجينا خفيفه. قد ما نضربوها رانا ندخلوا لها في الهواء، دونك تجينا خفيفه باش ما نحسوش لهذيك الزبده نتاعنا في فمنا بزاف. الكريمه نتاعي راهي طلعت مليح، دخلت لها كميه مليحه من الهواء يعني راهي خفيفه. دونك انا نحي هدايا ونبداو في المونتاج نتاع الكاطو نتاعنا.
نحطوا لا كريم تاعنا دو كوتي. صدقوني الريحه راهي معبقه الاستوديو. لا كريم دو نوازيت روشي تاع المرجان اللي استعملتها رائعه، البنه تاعها هايله وما جاتش حلوه بزاف. الحلوه تاعنا راهي واجده، نرفد هكذا، ندير كميه من كريمه الزبده اللي عملتها، نزيد نحط عليها حبه واحده اخرى. يعني معليش تعاود تخرج من هنايا ماشي مشكل، خاطرش احنا نعاود نغلفها كامل بالكريمه هذه، ومن الفوق ندير لها كميه مليحه تاع لا كريم باش نقدر نغلف بها كامل الحبه نتاعي. انا هنا الملعقه مش حتساعدني، دونك جو بريفير اوتيليزي لا سباتول. دونك اذا كانت عندكم صغيره يوست احسن هكذا، ونروح نغلف كامل الحبه نتاعي هلا، ونحط الحبه نتاعي نرجعها في الطبسين. هنايا يستحسن تكملوا كامل الكميه نتاعكم تحطوها في الكونجيلاتور، يعني قبل ما تغلاسيوها لازم لا كريم او بور تاعكم تكون شاده روحها باش لو غلاساج يجيكم شباب وما تذوبش معكم الزبده نتاعكم. ولا عندكم طريقه واحده اخرى، تقدروا اللي ما يحبوش يعملوا الشوكولا يقدروا يحمصوا اللوز افيلي ويغلفوها كامل باللوز افيلي. دونك نتلاقاو من بعد ان شاء الله ونشوفوا الوصفه نتاعنا جاهزه. الوصفة نتاعنا النهار اليوم راهي جاهزة. انا بعد ما عملت لها لو غلاساج دو شوكولا خليتها تبرد، وعملت لها تزيين بحبيبات الشوكولا ولا كريم او بور اللي كنا عملناها مع بعضنا. نتمنى تكون عجبتكم، توال ملاتاي وتحطوها لضيافكم مع الكازوز. نتلاقاو في حصة مقبلة ان شاء الله، في امان الله.